السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب البداية مع العناوين. اجتماعات مكثفة غدا لإقرار لائحة الانضباط. تجمع لاعبي المنتخب من الملعب إلى المعسكر. وتسعون في المئة من الجماهير يؤكدون أن الحل عند لاعبي المنتخب. استقالة مدير إعلام الأهلي والرئيس يوضح. العابد يسجل والشلهوب يصادق على الكلاسيكو الهلالي. ناشئ هلالي يتلاعب بكبار الهلال ويهدي قائده هدفا. لقطة تثير الجماهير والعابد يوضح. الشباب يعودوا إلى الصدارة بنقاط التعاون. النصر يحبط مفاجأة الأنصار ويسجل ثامن انتصار.